مرحبا يا جماعة. ميرسي ميرسي. ما حدا طيب يلا بده يزائف زائف فرد مرة، مش كل شوي حدا يزائف. لا عملت عملت. يا اهلا وسهلا فيكم بهالوجوه الحلوة المنورة، بعرفهم تقريبا كلهم بس الضوء قوي شوي علي مش عم بقدر ميز، بس يلا ماشي الحال. هلا رح نجرب نعالج كم موضوع على صوت عالي، مثل ما بقولوا رأيين أحلى من رأي واحد وإيد وحدة ما بتزقف، إلا إذا شو واحد عم يحضر شي فيلم لمية خليفة يمكن زائف إيد وحدة، ما بعرف إذا هذا مجربه. هلا مواضيع منوعين، رح نبلشهم بموضوع الزواج. نعرف إنه في ناس مع الزواج، ناس ضد الزواج. تنشوف الليلة مين أكثر ومين أقل. بس تزبط معنا إحصائيا بدنا نتعاون بشوية زئيف، ما هيك؟ يلي مع الزواج زقفوا هلا لو سمحتوا. ياه أوكي. هول زقفوا هلا رح أقول لكم شو قصته، مش بضروا يكونوا مع الزواج أو مبسوطين. هول خايفين من نسوانهم صراحة. هيك بينت لأنه مش دغري زقفوا، فكروا فيها شوي، عملوا حسابات. قال لك وين بدك تسرب آخرة هالليل يا معتر؟ هلا بلسين جيم ليه منك مع الزواج؟ شو لك مأخذ على الزواج؟ فزقفوا، تأخروا شوي بس نفضوا بريشوا مثل ما بقولوا زمطوا. طيب يلي ضد الزواج زقفوا هلا لو سمحتوا. هول زقفوا هلا رح أقول لكم شو قصتهم. هول يا مطلقين أو بدهم يطلقوا أو مصاحبين وبدهم الصرفة. واحدة من هالثلاثة، أنتوا نقوا استحلوا، أنا ما خصني. طيب هلا بننتقل لموضوع آخر مختلف كليا. بنعرف إنه بالبلد في عنا شيء اسمه 8 أدار و14 أدار، تنشوف الليلة مين أكثر ومين أقل. يلي مع 8 أدار زقفوا هلا لو سمحتوا. بس هالمنطقة بس مع كمان كل ثقة أصلاً بتسترجم تزقفوا من بيته لرئيس بري هون حدنا، هلأ بيكون عم بيعرف كل شيء. بكرة شو النهار بيلتقى فيكم على الطريق بيقول لك ليش ما زقفتش. طيب جماعة 14 أدار زقفوا لو سمحتوا. كمان بدكم تشدونا حالكم بهالفترة. هلأ حدا من الشباب ياخد أرقام طاولات 14 أدار بركي عزناهم شي طريقة. لا ما تصدق. طيب يلي ضد اثنين زقفوا هلأ لو سمحتوا. الشعر بدني على المشهد بالفعل، يعني بين المزح والجد هالفئة عم بتزيد يوم بعد يوم. أنا عم بفرها شخصيا عبر هالمسرح عن جد، يعني عم بزيدوا. يعني كل زقف ولا بعتقد مع شو بسموه الحراك، ولا مش بالضرورة؟ لا مش ضرورة. هيدي شو اسمها طلعت ريحتكم، أو بدنا نحاسب، بدنا الصرف، بدنا السترة، مستقلون، بدنا منقوشة، بدنا كدوشة، يعني المهم صار في كتير منهم. بس نحن بلد ديمقراطي، يعني في مين مكان يزقف لمين مكان ويخترع حيالله شيء ويلحق مين مكان. بقولوا ديمقراطي مزبوط، انه في ناس عندهم صواريخ، ناس عندهم اراجيل، يعني بس انه يعني شو الفرق بين زلزال اثنين ومعسل تفاحتين؟ يعني ما هي زيت، هاي بتعمل دخنه هاي بتعمل دخنه، هاي بتسطيل هاي بتسطيل. طيب عسيره الدخنه والدخان والتسطيل، مين مع تشريع الحشيش بلبنان يرفع ايده لو سمحتوا. شكرا. بالإيتان إيتان وإجرتان مين بزيد؟ طيب شكرا. هلأ لازم يكونوا أكثر من هيك، بس يلي ما رفعوا إيده مش بالضرورة يكونوا ضد تشريع الحشيش، هو يمكن عم بلفولهم في سيجارة تحت الطاولة. ما بالهم فينا، أنا شو عم تلعبوا أنتوا هلا يا خي، نحن مشغولين. طيب يلي ضد تشريع الحشيش يرفعوا إيدهم لو سمحتوا، بس لأنه إحصائيا عم شوف مين ضد مين مع مين. ضد تشريع الحشيش شكرا، مين ضد تشريع الحشيش شكرا، وعلى وأنا على ضد. طيب أوكي شكرا. هلا يلي رفعوا ايدهم هلا مش بالضروره يكونوا ضد تشريع الحشيش، هول بيتعاطوا غير شيء. هول جماعه زاناكس ليكزوتانيل وهالقصص. منيح هلا زاناكسي هيك على بكره الصبح واحد يفتح راسه هيك ضلوا مسطل كل نهار، بس ضروري الانسان يكون مسطل بهالبلد، يعني انه يا زاناكس ليكزوتانيل يا اما حشيش، والا كيف بده يستوعب ابو فعور؟ عن جد ابو فعور لوحده بده انسان يكون مسطل. ليه؟ لانه قد ما بيطلع لنا بنظريات وخبريات وسلامه الغذاء وسلامه فهمك وشو بقى هدول اسمهم المواصفات، مواصفات. هلا فينا نعمل عليه مثل احصاء تنشوف مين مع مين ضد. بتعرفوا انتم عامل هيدي الحمله الهمروجي وكذا، ما راح اقول مين ضد حمله الوزير ابو فعور، بدي اقول مين مع حمله الوزير ابو فعور. زائف هلا يس شكرا شكرا يا لانه كلنا سوا عم ناكل خرا. هي مش انا بقوله، هو بيقولها بطريقه او باخرى او باخرى عفوا، لما يطلع يخبرنا شو عم ناكل وشو عم نشرب بنهارات، يعني ما بده لا يقولها بس ما له عين.
طبعا ما راح يجي لنا عم تاكلوا هوا لانه الهوا فاسد واضرب وافك رقبه، فما بقول شيء، نحن بنستنتج لوحدنا. المهم انه اجاده المواطن اللبناني، لو ما كان بلا مخ كان بعيش بهالبلد؟ حتى هي شغله في خلاف عليها، في ناس بيقولوا لا لبنان احلى بلد بالعالم، ونيال من عنده مرقد عنزه ومدري شو، ناس بيقولوا لك بل المرقد وبل العنزه شراب ميتها، نحن مهاجرين ومسافرين. تنشوف انتو مع مين؟ مين بيقول انه لبنان احلى بلد بالعالم؟ يزعف هلا ياه. ومين بيقول انه لازم نهاجر ونسافر وقرفنا؟ يا زلمه يزعف هلا ياه. يا جماعه انتو عم بتزقفوا مع اثنين كل وقت ولا عرفتوا شو اللعبه؟ يعني هاي هاي مش بدكم عيدوا من الاول ولا مش؟ لا اصلا نحن بلد ديمقراطي، وهذا هو السؤال اصلا بحير بحير، يعني ما في الواحد دغري هلا يقول اذا احلى بلد ولا لازم سافر. المهم انه لكل واحد محتار، رح اقول له هلا جمله واحده باختصار بتلخص كل شيء، وهي انه مهما كان انتمائك وميولك الطائفي والسياسي، حتى لو كنت اعزب او مجوز، حتى لو بتتعاطى حشيش او لا، كلنا عم ناكل هوا سوا، لانه البلد كله غير مطابق للمواصفات. شكرا. يلا حياتي، بما انه ناموا الاولاد تعال نحضر تلفزيون. حياتي هلا بدك تحضرين تلفزيون؟ إيه معقوله؟ شو بصير لك؟ لك نقعد نحكي كم كلمه هيك بنتسير شوي وبشرفك احلى. بلا تلفزيون كله بنقعد نحضر. نحكي كم كلمه؟ ايه بنقعد هيك بنتسير شوي بنحكي لنا كم كلمه. شوفي اقعد اقعد حياتي ماشي الحال. حاضرين خلينا نحضر تلفزيون اضبط. طيب يلا هيك. طب خليني افتح اول شيء، شو بك مسمسم؟ طيب يلا افتحي. يي يي رح حضرك فيلم مصري. اه مش حاضره بحياتك. اوكي تفرج يلا. ده انت بتخونيني يا عنايات. انا بخونك؟ حرام عليك، ليه بتقول لي كده؟ بتخونيني يا فجرة؟ اخص عليك، انا شفتك بعيني دول. في ايه بينك وبين فتحي انطقي؟ مين فتحي ده؟ والله العظيم ما اعرفوش. انطقي يا مجرمة. اخص عليك كدابة. بص قدامك يا مجنون. كدابة حادثة. كدابة. بص قدامك. كدابة. ولما قال له نودي عليكم. شو صار؟ سوري سوري حبيبي، الحق علي، انا عم حضرك كنت فيلم وقصدي فيلم تاني، معلي بعتذر منك. ميتة دغري هيك؟ ايه. تعيت اقول لك شو بدي حضرك. شو؟ دراما لبنانية. ايه علينا. في مسلسل لبناني جديد الحلقة الثالثة بعتقد، هلا شوف كثير حلو، عم بقولوا حلو، بعتقد بلش هلا، شوف شو حلو. انت عم تلعب بالنار يا ناجي اكرم فؤاد. لا يا سمير كمال عماد، انا بداخلي سردفين عم يتخبط باحشائي وعم يتأجج جواتي مثل البركان. يا لطيف. وحان الوقت اني بوح فيه. بوح يا ناجي اكرم فؤاد، بوح بوح بوح. انت مش خي يا سمير كمال عماد، مش خيك يا ناجي اكرم فؤاد. لا مش خي يا سمير كمال عماد. وجدناك مرمي على الرصيف منهك القوى، يعني اسمع منيح، انت لقيط. انا لقيط. انا لقيط. انا لقيط. انا لقيط. هلا ما فهمنا، مبسوط ولا زعلان؟ لك هات لهون عم تحضرني دراما لك عين. شو قصة حب هو؟ مش هيك بس كنا حبيبي. لحظة لحظة شوي، رح حضرك هلا شوية سياسة بس تنشوف شو عم بيصير بالبلد. اوكي. ايه في وليد عبود، بس صراحة بعتذر انه ما بعرف مين في معه ضيوف. ما شفت البرومو، خلينا نشوف مين في معه ضيوف. جنرال. سوري سوري جنرال، كيف تظل أمور من منظارك؟ هل هناك بوادر أمل وحلحلة للأمور بالنسبة لرئاسة الجمهورية؟ وكيف تظل حوار القائم اليوم بين تيار المستقبل وحزب الله؟ تفضل جنرال. نو 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 وكبرلون هلا اتنين خلص، هلا اتنين احنا أول ناس دعينا للحوار خطرات.
لوك بيطلعوا الواحد متيام وبيكون البريزال الكوش جنرال جنرال لو سمحت معنا اتصال مع دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري. دولة الرئيس معروف عنك أنك بكل أزمة يعني بالعربي الدارج بتطلع أذنب بسحر ساحر وبيكون هو الحل. هل رح يطلع معك هذا الأذنب باللحظات الأخيرة؟ إذا بتريد يا لحظة إذا بتريد بعش عندي لا أرانب ولا بسيدات ولكن بدنا عبالي تجيبولي هذه التفاسير الزبخشرية. صايرة العلاقة بين الدكتور جعجع والجنرال مثل لعبة الفار والقط، يعني عراية البطل اللي بيقول عم حكيكي يا كدي لا تسمعي يا جارة، واحد عامل لي مثل رونالدو والتاني لاح وعامل لي مثل ميسي يعني ومركدين هالعالم وراه. يعني هلا خلاصة هذا الأمر الآن أنا عم قلكم، إذا أنتم مفكرين إنه رونالدو ابن بشري ولك أنا بقلكم إنه ميسي بالحارة حراك وبنقلسكم أبي يتشبعش. عن جد حياتي ميسي بالحارة حراك؟ شو بعرفنا حياتي، هو هيك عم بقول. بتعرفي شو بدي حضرك هلأ؟ شو؟ فيلم وثائقي. فيلم وثائقي؟ كله معلومات عامة وإفادة وبجنن. بلش على الأقل. إنها طبيعة الحياة وتم مؤخراً اكتشاف أشياء غريبة تنمو ببطء، ويقول العالم الأمريكي ويليام أدامز usually we do our search after عادة نجري أبحاثنا بعد أن نتأكد. It's amazing. مذهل. Really, really amazing. حقا حقا مذهل. مبسوط عم بتحضرني فيلم وثائقي؟ ايه ليه شو فيها؟ بتعرف شو روحت علينا يا استاذ؟ شو خير؟ ماتش الفوتبول واذا خلص ما بتعرف شو رح اعمل فيك. طويلة وعالية؟ تفضل. ملعوبة على جنب بيحلق عليها شيكابالا واخدها من ناحية اليمين بن جدو. بن جدو ماشي ماشي راح مشاور له ابو تريكا باصص له الله الله راح مديها له الله عليك تسلم رجليك. ايه اللمسه دي؟ ابو تريكا بيعدي من الاول بيعدي من الثاني ماشي من ناحيه اليمين هو الجول هوبا حرام عليك يا راجل الله هوبا هوبا هو الجول هو الجول هو الجول عملوها عملوها وخدوها وفي الشبكه حطوها. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ده لعيب مواليد منطقه الجزاء يا جماعه ملوش حل. كان معاكم مدحت زغلول، شكرا والى اللقاء في مباريات اخرى. الله ولو يا حياتي دعانوا هالماتش كان حلو. شفت الجوش؟ حق عليك انت عم تحضرينا مصر ولك ما انت كنت عم تحضرني فيلم وثائقي. تعيت قال لي شو بدي حضرك هلا؟ المنار. بتعرف شو في هلا على المنار؟ هلا في برنامج مسابقات والعاب للاولاد. يا حبيبي ما عندي مشكله مع المنار بس انه للاولاد اولادنا ناموا نحن شو ما بعرف اللي بحطوه بهالوقت بس هو للاولاد. هلا شوف شو هلا كله معلومات عم بكون بلش او بلش بلش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم اعزائي اخوتي واخواتي المشاهدين وين ما كنتوا عم تحضرونا ببرنامج الالعاب احذر واربح ومعنا اتصال. الو الو السلام عليكم. الو من معي؟ الو من معي؟ احمد. اهلا اهلا علي صوتك شوي. اهلا احمد. احمد منين عم تحكينا؟ من الحاره. من حاره حريك. اهلا وسهلا احمد. اهلا. قديش عمرك يا احمد؟ 9. 9 سنوات. اهلا احمد ما شاء الله. احمد سؤال معلومات عامه يا احمد، كم يبلغ طول صاروخ زلزال 3؟ ولاو معقوله راس 9 سنين الصبي يا بوشي هلا؟ شو يا احمد؟ اكيد اختفى احمد. راح فيها. بعدك معي؟ 9.6. احسنت يا احمد. احسنت. صلوات على محمد وآل محمد. احسنت.
أحمد ربحت معنا جائزة قيمة، خليك أنت على الخط للحظات، سوف نذهب إلى فاصل إعلاني ونعود. إلى الفاصل. حملة باب الصفا، حملة باب الصفا للحج والعمرة، نؤمن لكم الراحة التامة وكل لوازم الحجيج. حملة باب الصفا للحج والعمرة برعاية ملابس الهدى. الهدى 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 الهدى. لك هيك لهون عم بتحط لي المنار؟ إيه رح احط لك ام تي في حبيبي. سكس كتير ضروري. فيليب فيليب مان، انا مع العلاقات الجنسيه قبل الزواج يعني 100%. ما فيك تسالني يعني، باسكو لازم تختبرها للبنت قبل الزواج، والا كيف بدك تكفي حياتك معها مان؟ دونك اسمعني منيح، ضروري الوقايه، اوكي ضروري الوقايه واستعمال الكوندوم. وسون نحن ما بخفي عليك يعني منو سيكريت، رح نطلق هاشتاج سكس بيفور ماريج. اوكي ما تقول لي منار ام تي في مثل بعض. نفس الشيء. بتعرف شو بدي حضرك هلا؟ خلص تعبت نعست. لا بدي حضرك تلفزيون لبنان تقال، تنشوف شو حاطين. قال عندهم شبكه برامج جديده وفي برنامج جديد بعتقد اول مره بحطوه، تنشوف شو بلش. باب باب بارا بارا باب بارا بارا باب. الو حياتي حلو. باب بارا بارا باب بارا بارا باب. الو حياتي باب تا 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 تا. مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، نحن مباشرة على الهواء من المنارة وتحديدا من ملعب النادي الرياضي. مثل ما بتعرفوا الفاينل فور بين النادي الرياضي ونادي الحكمة، والجمهور مثل العادة عم بيتفافد بكثافة. واليوم يا معلم شو بك؟ عم تطلع التلفزيون. اليوم معنا تخليني اعمل مثل منى زيح كون. اليوم معنا من الجمهور شخصين بدنا نتعرف عليهم مع بعضنا. مرحبا. اهلين، الله معك يا اختي. واتفر. شو الاسم الكريم؟ محمود. انا اسمي محمود. محمود حضرتك من وين؟ من مع مين؟ مع مين؟ مع مين؟ مع مين بال مع الرياضة. كيف مع مين؟ شو محمود وحكمة ما بتزبط. طلع فيي. سوري تخلفت معلش، بس انه مع مين؟ بسيطة. وحضرتك مسيو؟ انا مع الحكمة. واضح. ايوه مظبوط. شو الاسم الكريم؟ اسمي توني. توني. طبعا مازال انا اذا بتوصلي ايدي بتشوفي دمي لونه اخضر. حلو كثير. توني كاني حسيتك انه بتعرف محمود مش من الملعب، يعني بتعرفه بعد من زمان. محمود خي من احنا وصغار. ربيانين سوا انا محمود. توني خي الاصلي، عايش انا وياه، قاعد انا وياه بفرد منطقه، بفرد حي، بفرد زارو، بيت الباب على الباب، اكل شارب نايم انا وياه. حلو. مازال؟ مثل ما عمل لك. مازال؟ ايه نعم. انا ومحمود بيتنا على راس النبع، بيتنا يعني بيتي بوش بيت بيته، يعني انا ربيان عنده ببيت هو ربيان عنده ببيت. يعني محمود خيل ما خلفته امي. مظبوط. ماي براذر فروم انذر ماذر. حلو كثير. طب يعني بدكم تقولوا لي اليوم انه مين ما ربح ما راح يصير في مشكل تكسره وتقتله بعد بقلب الملعب. مشكل؟ تفاجأته. تفاجأته لأنه ولا مرة صايرة بين حكمة ورياضة بقلب الملعب الجمهور قام قبر التين. لا أنا ومحمود نتخانق. أعوذ بالله. جايين نحضر لعبة باسكت نحن هون. لعبة شو؟ كيف؟ هذه ثلاث نقط طج وشو شو اسمها؟ كرة سلة. قول كرة سلة. كرة سلة. باسكت. إيه يعني؟ مستحيل أنا ومحمود نعلق كرمال لعبة باسكت مع لعبة الرياضة. محمود
تعيب على حديثك. تعرف إذا أنتوا ربحتوا اليوم كأنه نحن ربحنا. والله العظيم يا توني إذا أنتوا بتربحوا كأنه نحن ربحنا. محمود تعرف إذا أنتوا ربحتوا اليوم لولع ساحة ساسين بالفريع وخلي صوت الفريع يوصل لطريق جديدة. يلا طيب. والله العظيم يا توني إذا أنتوا بتربحوا راح أعمل لك قطرة ومقطورة بسطة راس النبع ساسين وخلي كل أنواع الفريع والألوان كلها تبع بالسماء. شفته؟ شو لك؟ تبعته؟ شفت. انا ويا بدنا نلعب كمان لعبه باسكت. طيب لحظه يعني اليوم انه اذا حضرتك ربحت هو ما رح يزعل؟ لا ولا انا ولا بزعل ولا انا بزعل. شو هالروح الرياضيه اللي عندكم فعلا كبر قلبي فيكم. ميرسي. فاذا مشاهدينا لحظات صغيره بتفصلنا عن بدايه المباراه وبتمنى الربح للفريقين. ما بتزبط للفريقين. كيف للفريقين؟ فريق واحد بده يربح بس. مين بده يربح؟ من ربح للرياضي؟ هن لا لا للحكمه. لا لا للرياضي. للحكمه. يا خيي الطفل خلص روحي. طيوبة المذيعة. هذه أي أي تلفزيون؟ ما بعرف. هو ده شكله شكله ام تي في. إن شاء الله أنتم بتربحوا. هيك لا لا. إن شاء الله لا لا. لا لا أنتم إن شاء الله بتربحوا. فشار طيب أعطيني طيب أعطيني البوسة. طيب. وبنلتقى بعد الماتش. يلا بعد الماتش. لنكفي السهرة. ما بيفوت ما بيفوت. يلا روح. نحن والشباب. روح رئيس. محمود. شو؟ ما راح تصدق مين فيهم بين الجمهور. مين قول؟ حبيب قلبك. مين؟ باتريك. باتريك هون؟ باتريك بالبي مش بالبي. إيه إيه. اسمه باتريك مش باتريك. سلم لي عليه كثير. إيه بسلم عليك باتريك. عم بيقول لي شو حبيبي؟ إيه. عم بيقول لي باتريك محمود قال ما تعمل شيء هذا الاحد امه لباتريك عم عزمتك على الغداء عملت لك اكل بتحبها كثير. شو هي؟ اوبرجين صوص روج فرواد. هذه يعني مسقعه. قل له خالتك ام محمود عملت لك جات مجدر رز مع راسين بصل هالقد. ايه ايه اوكي. شو حبيبي؟ بصل بصل. ما بتعرف شو بصل؟ اونيون بصل. اوكي. ايه محمود. ايه خيي. عم بيقول لي باتريك قال امه لباتريك عملت لك ديسير كمان بتحبه كثير. شو هو؟ بان بيردو. اوه هذا يعني مفطقه. قل له احلى جات مهلبيه قطر زياده وجات كليج رمضان قبل ترمو. اوكي. نعم. شو حبيب؟ مين رمضان؟ هذا قديس عندهم. إيه كيف نحن عنا سان شاربل سانتيلي عنده رمضان تصير ايه بتصير ينزلوا اللعيبة محمود ينزلوا اللعيبة يلا باتريك شل السوسات من نيعك بدنا نحمس يا شباب كريستوف جاك أندري ماتيو يلا اللي قال نزلوا نزل الفريق بدنا نحمس محي الدين عبد القادر محسن يلا يا اوادم خلينا نولعها نقبى اب من اولها شرفه اللي مع الرياضه يقول مع الرياضه رياضه 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 ما في الا انت مع الرياضه ورياضه رياضه رياضه يلا كلنا بفرد صوت ليجار يا وحكمة قبل النوم وحكمة بعد النوم يلا بخاطركم حكمة عالتروي حكمة كل مع انه عم نلعب على ارضك ها دقي يا موسيقى حكمة حكمة شو بلشنا اكل اقضامة يلا حركوا لي حالكم الله رياضة طريق جديدة والله رياضة طريق جديدة ايه بعرف سمعت وسمعت عم بقول طريق جديدة خلص عم بدي لو مناطقية خلص لحقوني شو بقول انا بقول يلا ثلاثة بيخلوا الانسان يشعر بالانسانية ارزة لبنان ولبنان حكمة الاشرافية اشرافية ايوه اشرافية وي اي اي اشرافية جايبين كعك كمان يلا او تعوا شوفوا الحضارة ونحن رجال المنارة تعوا شوفوا الحضارة ونحن رجال المنارة محمود شو طوني لا مش شي بس الشباب عم بيسألون شو قصدك تعوا شوفوا الحضارة شو نحن أولاد غسالة لا ما حدا ما حدا أولاد غسالة لا بين بتتزبزب على لا 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 ما تتفسر غير شي دخيلك ايه طيب طيب
ليك 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 ينزل لعيبهم هذا المصري اسماعيل احمد تعون الزنخ عليه وفي في عبده في في عبده هي في في عبده يلا هات نرد عليها ونحن بقوه كمان ورقصة رقصة وإيل ستيفن رقصة رقصة ورقصة وإيل ستيفن رقصة محمود ولو لو شو ولو يا هامش نعم لأنه إيل ستيفن رقصة لكن إسماعيل أحمد في عبده يا طوني بلشتوا بطريقة جديدة وشفت ليش بس إنه هيك يعني كلمة هيك وكلمة والله ليك ليك اللعب الخشن ليك ليك شوي شوي على اللعيبة كلنا بفرد صوت يلا يلا كلنا بفرد صوت بالطول بالعرض حنمسح فيكم الأرض بالطول بالعرض حنمسح فيكم الأرض بشيل راجل من إيدك أنتوا يا ولا يلا خلينا نقب سوا أو هاي هي وهاي هي وزعران الأشرافية هاي هي وهاي هي وزعران الأشرافية مين زعران يا محمود؟ شو مين زعران؟ نحن زعران؟ لكن نحن بدو يتمسح فينا الأرض؟ والله؟ إيه؟ هيك صاري؟ كيف كانت؟ طيب ماشي ماشي كريستوف جاك أندري ماتيو شانجلو باتريك وطلعوا لعبوا كاندي كراش رح فرجيك الزهران محمود بشارة متري مارون صليبة جيبوا باش وانزلوا خي أبو الألطاف أبو النور أبو الهدى ابو علي لو كنت شيعي خي قرب وقف معنا مالك مزروكي هلا شوي يلا كلنا بفرصوت يابا وش حمارش وش حمارش وش حمارش عمر اتصل لي بابو الغضب وخلي يجيب امه محمد كلها لهان مين حمار ولا توني؟ انتو حمير يا محمود لأني حمار تعرفت عليك ولا توني؟ والله لأنا الحمار من أول ما شفتك ما قلت لك أنك ما بتنطق يا سميكو ليش مين اللي طايقك أنت بالأساس؟ لأنك بتنطق؟ ليش شو بدك هلا؟ انتو شو بدك يا محمود؟ بدك تقطع هلالي على خير وبدك تقطع على خير انت ما بتقطع على خير وخي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بسم الأب والابن والروح القدس دخيل اسمك يا ستنا فاطمة شو بده مني هذا هلا؟ دخيل عجريكي يا عذرة شو بده مني هيدا هلا؟ لتوني شو بدك هلا انت؟ انت شو بدك يا محمود؟ راسك بدي كسره انت كسر لي راسي ليه؟ ليه لتحت؟ ولا انا بدي خليك ساعة تفتش على راسك ولا الله اكبر شو عم تحكي؟ يا مسيح رجع تنورك رجع ليه لقلك انزل؟ طلع العمى ناطره هالنهار عني ناطره انا ناطره من زمان قرب لقلك ولا طلع لقلك طلع قرب لقلك قرب يا محمد يا محمد ويا محمد روح لقلك روح لا ايدك مسمه يا محمود شو لكان وقت الشده لا فرق صيب درس عقل ما بين شيء طال الله طال اها اها عم تسحب سكين يا محمود ليش شو انت سحبت وردي يا توني طال الله قرب لك قلتك صفتك نعمك عرضك اي اي يا وطني بجمالك بجنوبك بزهنك بحبك حبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بزهنك بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما